طيب نبص مع بعض كده الاقتصاد رايح فين على ايد العلامة الفهامة عبد الفتاح السيسي وشركاه. مصر تتفاوض مع بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل ميسر بقيمة مليار دولار، قرض كده على الماشي يا جماعة بياخده لكم السيد الأستاذ محمد معيط قبل ما يمشي، ده إن مشي، بس هو تقريبا هيمشي يعني مش موجود في التشكيل الجديد، فرايح يجيب لك إيه؟ قرض بمليار دولار، مين هيدفع القرض ده؟ هتقول لي هو بيورط الحكومة الجديدة، هقول لك مفيش حاجة اسمها حكومة جديدة وحكومة قديمة، هم واحد، أنت بس اللي غلبان، لا في حكومة جديدة ولا حكومة قديمة، كلهم جايين من نفس الإيه؟ نفس الفئي، قارين على فئي واحد مش حاجة تانية. طيب، وزير المالية بيقول لك في مفاوضات بقى، إحنا خدنا مليار أهو، خلاص؟ في مليار هيجيبوها من بنك التنمية الجديد. في بقى وزير الماليه بيقول لك في مفاوضات علشان ناخد قرض تاني خالص ب 2 مليار و2 من 10 2 مليار و200 مليون دولار. منين يا جماعه؟ ادينا بنشوف بنلوش اللي يقدر يدفع هنجيب منه. ليه؟ محمد معيط بينهي الفتره دي لحكومته زي ما بداها بالقروض وبينهيها بالقروض، وده بيقول لك سياسه الحكومه اللي جايه ايه؟ برضه سياسة قروض. ليه؟ لأنك ما عندكش تغيير، لا عندك إنتاج زراعي زاد فهتصدر وتجيب فلوس، لا عندك سياحة زادت، ولا عندك تصنيع زاد علشان تصدر لبره وتجيب فلوس. فإيه اللي بيحصل؟ هات قروض عشان تسد الإيه؟ القروض الأولانية. روسيا بتبشرنا وبتقول لك حاجة إحنا قلناها لك هنا من زمان. قالت لك مصر، روسيا اليوم بتقول مصر تحصل على أول قرض بعد الانضمام للبريكس. وإحنا لما عرفنا هنا أو تم الإعلان عن إن مصر انضمت للبريكس قلنا لحضرتك السيسي لا داخل علشان تصنيع ولا ما تصنيع، لأن إحنا هتنافس مين في البريكس؟ هتنافس الصين ولا روسيا ولا البرازيل؟ ما عندكش القدرة التصنيعية، لأن الحكومة واللي بيديروا البلد مش عايزين يصنعوا. فأنت داخل عشان إيه؟ عشان يبقى عندك مصدر تاني. الجيف مي بقشيش يا خواجه، جيف مي قرض يا خواجه، اديني قروض الله يخليك، انا محتاج، انا مش قادر اديك بس انا محتاج منك قروض، وهذا هو الحال الدائم، محتاجين قروض. طيب مصر حريصه على ايه يا جماعه؟ على تنويع مصادر الاستثمار، على تنويع مصادر الدخل القومي؟ لا، مصر حريصه على تنويع علاقاتها مع شركاء وبنوك التنمية. ليه؟ عشان تعرف تجيب من ده قرض، من ده قرض، من دول قروض، من دول تمويل، وهكذا. أنا نفسي حد يطلع يقول لي مصر حريصة على تنويع مصادر الدخل الدولاري، يطلع حد يقول لي من السادة اللي بيفهموا يعني بين قوسين مصر حريصة على أبواب التنوع الاقتصادي. عندنا منتجات زراعية وعندنا سياحة وعندنا تجارة وعندنا تصنيع. لا، احنا حريصين يبقى عندنا علاقات كتير مع مؤسسات اقتصادية. علشان ايه؟ علشان نعمل زي البريكس كده. بعد ما دخلنا البريكس احنا كل اللي استفدناه دلوقتي من البريكس ان احنا قلنا لهم جيف مي قروض، علشان العويل محتاج قروض مش اكتر من كده. وفي نفس الوقت يطلع اعلامي النظام يقولوا لك والله الدنيا كلها كده، ده واحنا لوحدنا، ده كل الناس بتاخد قروض. ده انا شفت واحده امبارح قناه القاهره الاخباريه امبارح بتقول لك ايه؟ بتقول لك امريكا عايشه في ظلام، والكهرباء عماله تقطع في امريكا، وامريكا يا جماعه بتعاني، الشعب الامريكي زهق وبتقطع عليه الكهرباء كتير، بس لانه شعب وطني مستحمل. ده اللي قاله الاعلام بيقوله لك كده امبارح، ده قناه القاهره الاخباريه والله جايبه صوره كده، قال يعني الكهرباء مقطوعه في امريكا. امريكا اللي هي يعني جزء كبير من الكون وفيها 340 مليون مواطن تقريبا. القاهره اليوم بتصبر حضرتك وتقول لك ان الكهرباء هناك بتقطع عادي. ما حدش قال يعني ارحل يا بايدن، ولا حد قال له غير وزير الكهرباء. ده الضحكه على العقول، والضحكه على الدقون، والضحكه على الشعوب. زيه زي ايه؟ زي ما يطلع مثلا نشأة الدين يقول لك الدولة بتمر بأزمة خانقة. الله، ليه بقى؟ إيرادات قناة السويس انخفضت للنص. طب يا نشأة، هي ليه أزمة خانقة؟ هي مصر قايمة اقتصادها على قناة السويس؟ لا،
رقم صيد بتدخل لك ايه 6 مليار 7 مليار 10 مليار، يعني مش اقتصاد مصر. بنمر بازمه خانقه عشان عندنا سياسات ماليه غير رشيده، علشان عندنا سفه، علشان عندنا يعني مفيش اولويات في صرف الفلوس. بنروح يعني في عز اللي احنا فيه دلوقتي والعاصمه الاداريه الجديده عايزه تعمل ايه؟ عايزين يعملوا غابات معلقه. طب يا جماعه مش لاقيين ناكل، ده احنا علينا بناخد قروض، هنعمل الغابات المعلقه عشان السيسي شافها مره في فيلم وهو صغير فعايز يرضي كل طموحاته. السيسي جاي يحقق طموحاته في مصر. طب منين يا باشا؟ هو كده انا جاي اعمل وانا اللي بفهم وانا وانا وانا. ومش غلط ان دي يقوم قايل لك ايه؟ يعني عندنا ازمه خانقه وقناه السويس انخفض دخلها، فعلا انخفض دخل قناه السويس، بس دخل قناه السويس بالنسبه للميزانيه المصريه مش الجزء الكبير المؤثر، يعني مش رقم يخض، يعني طبعا ياثر بس مش بالشكل اللي بيصوره لنا الديهي باشا. مصطفى مدبولي بيقول لنا برضو اسهام كده في مساله القروض علشان تبقى عارف ايه اللي جاي لك. مصطفى مدبولي بيقول سعينا خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة العالمية من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة لخفض التضخم وتقليل نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي. مع أن معهد التمويل الدولي بيأكد أن الدين الحكومي في مصر ارتفع ووصل حوالي 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام اللي احنا فيه ده 2024، والسنة اللي فاتت كان 80.5 في نفس الوقت من السنة اللي فاتت. يعني ايه؟ يعني كلام مصطفى مدبولي هجس. مصطفى مدبولي بيهجس على الناس، قال لك احنا سعينا وعملنا وقللنا نسبة الدين، مع ان نسبة الدين على الاقل ارتفعت 1% عن السنة اللي فاتت في نفس الوقت، كانت 80.5 السنة اللي فاتت في الربع الاول، ودلوقتي بقت 81.5 تقريبا في نفس الوقت الربع الاول برضه. طيب ده معناه ايه؟ معناه انك عندك رئيس حكومه ملوش فيها، وده اللي بيأهله انه يفضل رئيس حكومه مره تانية. بنك المركزي مستمر طبعا، ومستمر في السلف وفي الدين، وبيقول لك بنستهدف طرح اذون خزانه بقيمه 95 مليار جنيه. كل ده بيقول لك ان الاقتصاد بعافيه، مش بيقول لك ان الاقتصاد تمام ولا حاجه. القاهرة 24 بتقول لك وزير المالية بيقول للمصريين ان نوفر كل احتياجات التعليم والصحة رغم الأزمات، ودفع للمصريين يا جماعة في التعليم والصحة 382 مليار جنيه. طيب يا جماعة المبلغ ده شكله كبير ولا ايه؟ 382 مليار جنيه للصحة والتعليم، امال ليه ما عندناش تعليم كويس؟ وليه ما عندناش صحة كويسة؟ عارف انت تسمع الرقم هما بيكونوا قاصدين ان هما يدوك ارقام يخضوك بيها، وفي الواقع انت عارف ان دي ارقام كلها. يعني ايه يعني ايه الرقم ده بالنسبه للموازنه العامه المصريه؟ ده رقم كبير يعني. طب هو انتوا بتصرفوا قد ايه على العاصمه الاداريه الجديده؟ ومحدش يقول اصل احنا بنصرف من بره الموازنه، لا، انت بتاخد من البنك المركزي على طول من فلوس المصريين. السيسي يعني ما كانش الحاج سايب له ورث فبيصرف على مصر من الورث ده. اي حد يجي يضحك على المصريين ويقول لهم اصل احنا بناخد فلوس من بره الموازنه، صحيح انا معاك، انت بتاخد فلوس من بره الموازنه، تاخدها من المصدر قبل ما تدخل الموازنه، تاخدها من البنك المركزي مره واحده. طيب ده بينعكس ازاي بقى عليكم؟ يمكن الكلام اللي انا قلته ده فيه اخبار ممكن حضرتك ما تكونش من اهتماماتك، او انت مش واضحه لك قوي ايه يا عم اذون الخزانه وايه الكلام ده وعمالين ناخد قروض. هروح اقول لك ببساطه ان ده بيؤدي لزياده التضخم في البلد، والتضخم ده يعني زياده الاسعار عن الفلوس اللي معاك. يعني اللي كنت بتجيبه ب 100 دلوقتي ما بتجيبهوش ب 300، وبكره مش هتعرف تجيبه ب 600، مع ان هو ايه؟ هيديك فلوس كتير، بس الفلوس مش هتقدر تشتري اللي انت كنت بتشتريه بمبلغ اقل منها قبل كده.